نورة من المدينة بارك الله فيها تقول: ما حكم من يصلي وفي نفس الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن، لأني بأخرج من البيت عندي شغل؟ نورة من المدينة المنورة السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات جعل الله تعالى لها أوقاتا، وقت ابتداء وقت انتهاء. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت. ويقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجبريل نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين من حيث الصلاة، صلى به مرتين، المرة الأولى في أول الوقت والمرة الثانية في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين، يعني من أول الوقت إلى آخر الوقت. فإذا كان كنت يا أختي الفاضلة عندك شغل ومضطرة وما تستطيعين تتأخرين، فيجوز لك أن تصلي مع الأذان، لأن الأذان علامة على دخول الوقت، الأذان علامة على دخول الوقت. أما تقولين: لا والله عندي فرصة وعندي وقت، لا، ترددين خلف المؤذن ثم تقولين الدعاء ثم تأتين بالسنن الراتبة، إذا كان لهذه الصلاة سنن راتبة مثل الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات، ها، وتتركين وقت يسير، هذا أفضل بارك الله فيك ورضي.